بيدوم ويانا كل من عادانا بيدوم ويانا كل من عادانا. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نتحدث اليوم عن حزب العمال الكردستاني التركي في العراق، حيث تحولت تظاهرة نظمها أنصار حزب العمال الكردستاني في بلدة سنون التابعة لمدينة سنجار غربي محافظة نينوى احتجاجا على تأخر السلطات الحكومية في عملية ضمهم إلى القوات النظامية إلى صدامات بين عناصر الحزب والجيش. وسائل إعلام كردية ذكرت بأن أتباع حزب العمال الكردستاني خرجوا في بلدة سنون لرفض تأخير ضمهم إلى القوات الحكومية المكلفة بحماية سنجار، وأوضحت بأن قوات الجيش حاولت منع التظاهر ما أدى إلى تدخل مقاتلي العمال الكردستاني الذي تسبب بحدوث صدامات مع قوات الجيش. لفتت إلى تطور الموقف وتحوله إلى اشتباكات مسلحة بين الجانبين، ما تسبب بإصابة جندي عراقي واستيلاء عناصر تتبع لحزب العمال الكردستاني على سيارة للجيش في سنجار. يذكر بأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني وفصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي يرفضون مغادرة مدينة سنجار والمناطق المحيطة بها، على الرغم من الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل لتطبيع الأوضاع في سنجار من أجل إعادة النازحين إليها، وذلك من خلال إخراج القوات غير النظامية المتمثلة بحزب العمال الكردستاني والميليشيات. مصادر أمنية مطلعة قالت بأن محافظة نينوى بأن القيادات الأمنية تتابع الأحداث في سنجار وقامت بتزويد المراجع العليا في بغداد بتطورات الموقف. وأوضحت لصحيفة العربي الجديد بأن الحكومة والأجهزة المرتبطة بها هي المعنية باتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها إعادة الاستقرار إلى سنجار وليس القوات الموجودة على المستوى المحلي. طبعا لم تعلق حكومة الكاظمي لغاية الآن على هذه التطورات التي شهدتها سنجار. عراقيون وناشطون تداولوا على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا بأنه لعناصر وأنصار حزب العمال الكردستاني وهم يعتدون على سيارة تابعة للجيش. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. طبعا انتقد عراقيون قيام وسائل إعلام ومنصات تابعة للميليشيات بتأييد اعتداء حزب العمال الكردستاني المصنف على لوائح الإرهاب وتأييده على الاعتداء على قوات الجيش. يعني وصلنا إلى هذه المرحلة أنه بعض الميليشيات في العراق تؤيد هذا الحزب التركي اللي ياخذ راتبه من الحكومة في العراق وبأوامر إيرانية يأيدون اعتداءهم على قوات الجيش. معروف بأن هذا الحزب حزب العمال الكردستاني هو حزب كردي تركي وليس عراقي، صارت له يعني أصداء منذ العام 2014 وهو متواجد، ولكن 2014 و15 و16 وبلشت الحكومة، ورح نجي تباعا نتحدث عن هذه التفاصيل،
منذ حكومة حيدر العبادي بدأت الحكومة تعطي رواتب من ضمن ميزانية هيئة الحشد، وأصبح هذا الحزب يقبض راتبه من ميزانية الدولة، دولة العراق، وبأوامر من إيران من أيام قاسم سليماني. طبعا وفد عسكري وأمني زار سنجار، وذلك كما قالوا لتسريع الحلول المتفق عليها. يعني وفد أمني وعسكري وصل يوم أمس الاثنين إلى مدينة سنجار ضمن محافظة نينوى في زيارة لم يكشف عن تفاصيلها بشكل رسمي لغاية الآن، إلا أنها تأتي بعد أسبوع حافل بالتوترات الأمنية داخل مدينة سنجار وضواحيها إثر مهاجمة حزب العمال الكردستاني لقوة من الجيش مثل ما شفنا في المقطع داخل المدينة، ورشقها بالحجارة والاعتداء على جنود والاستيلاء على إحدى السيارات العسكرية التابعة له، عقبها اشتباك مع متسللين يتبعون حزب العمال أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر. وكالة الأنباء العراقية في خبر مقتضب نقلا عن مراسلها قالت بأن وفدا ضم مستشار الأمن القومي قاسم العرجي ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشترك الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد، وصلوا إلى قضاء سنجار في نينوى للإطلاع على الواقع الأمني هناك. طبعا يوم الأحد أعلنت بغداد مقتل جندي وإصابة آخر خلال تصدي الجيش لمحاولة تسلل لمسلحين قادمين من سوريا باتجاه سنجار، وصفتهم بالإرهابيين. لكن مصادر أكدت لصحيفة العربية الجديد بأن العناصر الذين تم الاشتباك معهم هم من عناصر حزب العمال الكردستاني وليسوا من تنظيم داعش، حاولوا الدخول إلى العراق باتجاه سنجار، وخلال محاولة منعهم فتحوا النار على قوة الجيش وقتلوا جندي عراقي وأصابوا آخر. من جهته قال مسؤول أمني في محافظة نينوى خلال اتصال هاتفي مع صحيفة العربي الجديد بأن الوفد الذي وصل إلى سنجار سيبحث عدة ملفات أمنية، من بينها فرض الجيش لوجوده في المنطقة ووقف انتشار وتحرك مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل المدينة، وبين بأن من مهمة الوفد القادم من بغداد التوصل إلى إيجاد حل لمسألة دمج المسلحين من المكون الأيزيدي وتحديدا قوات أيزيدي خان التي يبلغ عددها نحو 700 عنصر مع الأجهزة الأمنية لتتولى مهمة الانتشار بالمدينة كقوات محلية. ولفت إلى أن هذا الدمج الذي ينتظر أهالي سنجار سيفسح الطريق نحو تطبيق واحدة من أهم فقرات اتفاقية سنجار، وهي تشكيل قوة من 2500 عنصر أمني من أهالي سنجار ضمن القوات من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات. وأشار إلى أن تطبيق هذه الفقرة يعني بأن الأمن سيستقر كما يقول في المدينة، ويسهم أيضا بعودة النازحين إلى مناطقهم. يعني هذا الموضوع تكرر أكثر من مرة أنه على أساس يجدون حل لموضوع سنجار ولموضوع عناصر حزب العمال الكردستاني التركي وإخراجه من سنجار، بس مدى يقدر ولا ما أعرف. يعني هاي حجم الجيش والشرطة والداخلية والأمن الوطني ما قادرين على كم واحد من حزب العمال الكردستاني. طبعا إذا عرف السبب بطل العجب، لأن هذا الحزب مدعوم من إيران ومنذ أيام قاسم سليماني، ومثل ما قلنا يقبض راتبه من ميزانية العراق وما حد يقدر يتحرش بيه من الجماعة. معنا اتصال محمد من كربلاء، تفضل أخي محمد. محمد، إذا حزب أجنبي وليس حزب عراقي ومصنف على لوائح الإرهاب ويقوم بكل هذه الاعتداءات على قوات الجيش والجيش ما يقدر يدخل إلى سنجار، شو نفسر هذا الموضوع؟ وين السيادة؟ وين هيبة الدولة؟ نعم محمد تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع محمد من سنجار. طبعا من جانبه أشار قائم مقام قضاء سنجار محمى خليل إلى أن الوفود الأمنية عالية المستوى، قال مرحب بها في سنجار، وبأن الزيارة الأخيرة للمسؤولين من بغداد تهدف إلى إنهاء وجود العصابات والميليشيات وإزالة أسباب التهديدات الأمنية التي تمارس من قبل حزب العمال الكردستاني وبعض الفصائل المنفلتة كما قال هو من الحشد الشعبي. وأوضح في اتصال مع صحيفة العربي الجديد بأن الالتزام بحماية المواطنين في سنجار والالتزام بالفيدرالية هما مسؤولية دستورية تتحملها الحكومة
الاتحادية في بغداد. تابع بأن حزب العمال الكردستاني يهدد الأمن في سنجار ومعظم المدن الشمالية، كما أنه يمارس بمساعدة بعض الفصائل في الحشد معظم عمليات التهريب بكل أشكاله عبر الحدود السورية. يعني جماعة يعني مهربتشية ويقتلون بالجنود. وأضاف بأن الحزب حزب العمال الكردستاني يتخذ من كذبة أطلقها خلال الفترة الماضية منطلقا لتنفيذ عملياته الهجومية والعدائية، حيث أنه يقول بأن أهالي سنجار يرفضون تطبيع الأوضاع في مدينتهم، مع العلم بأن على لسان قائم مقام يقول مع العلم بأن الأيزيدين هم أحوج الناس للتخلص من سلاح حزب العمال الكردستاني والميليشيات المسلحة. طبعا يتسبب تحشيد مسلحي الميليشيات في بلدة سنجار غرب مدينة الموصل، إلى جانب الانتشار الواسع لمسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، في تأخر تطبيق اتفاقية ما تسمى تطبيع الأوضاع في المدينة والموقعة بين بغداد وأربيل منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، وجعلها بمثابة الملغاة. طبعا تنص الاتفاقية اتفاقية تطبيع الأوضاع على إخراج الميليشيات والقوات غير الحكومية بمختلف هوياتها من المدينة بشكل يسمح بعودة الحياة كما كانت قبل اجتياح تنظيم داعش واستباحه المدينة في عام 2014. معنا اتصال أبو فاطمة من النجف. أبو فاطمة، حزب العمال الكردستاني التركي المصنف على لوائح الإرهاب يسيطر على سنجار ومناطق أخرى ويتخذ من الحدود العراقية معابر للتهريب، وكذلك هو يهرب المخدرات، دائما ما يتعرض لقوات الجيش، والحكومة في بغداد لا تستطيع أو لا تريد أن تضع حد لهذا الحزب المصنف على لوائح الإرهاب، رأيك؟ تحياتي دكتور عمر. حياك الله يا أهلا بك. أنا الحقيقة يعني أعتقد أن تجرع حزب العمال الكردستاني للسيطرة على سنجار وما تفضلت به من يعني أخبار، لأنه يعلم أن الجيش العراقي باللهجة العراقية ما بخير، يسمى بالجيش العراقي لأن هؤلاء أخي ليسوا مهنيين، وهؤلاء أصلا ولاهم ليس للعراق، وربما يشترون ذممهم وإلى آخره، وكذلك كما تفضلت ربما يستخدموهم ورقة ضاغطة على تركيا أيضا. طبعا هو بتصريحات سوف نأتي على ذكرها، إيران تستخدم كورقة ضغط على تركيا، ولكن هذا مو يعني يجعل من الحكومة في بغداد في موقف محرج أمام علاقاتها مع أنقرة؟ لا أعتقد أستاذ عمر، لا أعتقد، لأن هذول ناس ما تستحي أصلا، ناس يعني الأمر ليس بأيديهم، ما يأتي من تعليمات يطبقوها بحذافيرها. يعني الآن أنت تعرف أخي الكريم أنه يسعون لجعل العراق يحكم بما يسمى بالولي الفقيه من خلال تمرين المجرمين والعملاء من جلال الصغير وهمام حمودي وغيره إلى المجلس الأعلى. يعني الآن تزيدنا أخبار يعني هنالك يعني هيجان من الشعب العراقي ودي يعرفون هذه اللعبة. فالأمر يعني سايف في العراق، الأمر لا يوجد شخص يأمر فيطاع أبدا في العراق. هنالك ميليشيات، هنالك كونتونات تحكم، وزير الدفاع فقط اسم، وزير الداخلية هو تابع لإيران. فهنالك فوضى عارمة في العراق أخي الكريم، يعني احنا شفناه يعني مهزل. المفروض وزير الدفاع أنا أريد أشوفه يطلع يتكلم، ما أعرف، يمكن فعلا أنا ما أعرف اسمه، من هذا وزير الدفاع؟ اطلع اتكلم الآن، يعني جعلوا سمعة الجيش العراقي قبل يومين أليس اعتدوا عليهم حتى الأهالي، ما خلوهم يفوتون ويحموهم إلى آخره. فما صاير يعني، ما صاير يعني، قبل في الموصل خلوا المدرعات والأسلحة وكذا وهربوا بزمن المالكي، والآن نفس الشيء. شنو دور الجيش العراقي؟ هذه الأموال اللي تصرف إلى الجيش بما يسمى الجيش،
أين هي؟ أين الميزانية التي صرفت؟ يعني لا تدريب لا ولا لا، يودوهم يدخلوهم في الحسينيات أو فين ليعطوهم الرتب وكذا. يعني أمر غريب عجيب ما يحصل في العراق أخي عمر. نعم، يعني عندما تقوم تركيا بقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني داخل العراق، لو الحكومة في بغداد يتفقون مع أقليم كردستان لإخراج هذا الحزب المصنف على لوائح الإرهاب، مو راح يجنب العراق هذه الضربات الجوية ومرات يروح ضحاياها من المدنيين داخل العراق؟ نعم فعلا. نعم فعلا، يعني كلامك عين الصواب، والمفروض لو كان هنالك شخص عاقل، شخص يحس بالمسؤولية، والأمر سهل وبسيط. لكن لا أدري فعلا، أنا يعني شخصيا أتعجب كيف موجود هذا الحزب هنالك ويقوم بأعمال إرهابية داخل إيران، وكذلك حدثت مناوشات بينه وبين بعض الأحزاب الكردية. نعم داخل العراق. فوجود هذه البندقية المأجورة بصراحة، يعني هذه الأحزاب الانفصالية بندقية مأجورة أخي، يوم في العراق يوم في إيران يوم في سوريا، مشكلة. أنا أنصح كعراقي والأخوة الأكراد ناس عقلاء كذلك، أن ينتبهوا لهذه اللعبة التي تدور حولهم. إيران ترى لا تعترف بالعملاء وتبيعهم غدا بثمن بخس. نعم. إيران. أنا أشكرك أبو فاطمة من النجف، كان معنا أحمد من ديالة. تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لك أخي الكريم والمشاهدين جميعا. يا هلا بك أستاذ العزيز. حول هذا موضوعك، نعم، هي المشكلة أنت تتكلم عن حزب، ما بالك كيف المواطن اللي هو يعني يحامي نفسه بكثير أمور في داخل منطقته. يعني على سبيل قبل قليل أخي الكريم تكلم قال وركز على نقطة جدا مهمة وهي صحيحة، أنه صرف هذه الأموال والموازنات إلى وزارة الدفاع وزارة الداخلية والأمن والمخابرات إلى آخره. ثق واعتقد لو هاي تتوزع إلى المواطن نفسه لكان هو يستطيع يحمي نفسه ويحمي الحي. يعني الحي بأكمله إذا بي 10 بيوت ينطونهم هاي المبالغ ما يخلون حتى النملة تعبر. لكن مع الأسف أريد أحد يتكلم هذا الكلام، ماكو. وين ما تروح يجي شنو الأمن مالتك؟ يجرف بساتين، يجرف البيوت. يا أخي لعد المواطن، لعد شنو دور حماية الدفاع والداخلية غير من أو من قبل منهم؟ أنه حماية المواطن وأرواح المواطنين وممتلكاتهم، أم أكو غير كلام؟ نعم. فتجي على هذه النقطة. نقطة أخرى يجيك أنه مسدود خارجيا. طيب يا أخي، احنا يعني انا اتعجب نسوي مقارنه مع السابق، عهد السابق وعهد هسه. احنا كنا نتمنى للافضل. يجي يقول لك تمجد. لا عمي، انا ما امجد، انا جيت اقول لك اريدك تكون نحو الاحسن. نعم. فادما يقول لك قبل كان عندك شرطي يلزم المنطقه. عمي الشرطي لازم المنطقه، مو هيك. كان بضمير من يجي يلزم الفرع بضمير، من يشوف حرامي شغله هو شغله يمسك الحرامي والمجرم وغيرها، مو المواطن يركض. احنا حتى لا نخرج من موضوعنا، احنا سنحكي هذه من نحكي عن حزب العمال. عمي هاي دوله ورا ايش لعبه هاي؟ ما تقدر له اذا ما اكو روح وطنيه حقيقيه ولا للوطن. مع الاسف احنا ولا هذا الشيء ما لمسناه بعد نغلي. يعني هي كم هي أخي أحمد، يعني بالعقل هسه إيش قد هم أعدادهم مثلا حزب العمال الكردستاني إذا نحكي بالتحديد على سنجار؟ يعني هل قد عندهم قوة تمنع قوات الجيش وباقي العناصر الأمنية من فرض سيطرتهم على هذه المدينة والمنطقة وإخراجهم منها، وهم في الأول والأخير حزب، ليس بحزب عراقي وإنما حزب أجنبي؟ أخي الكريم، المعدات اللي يمتلكونها كلها، احنا هسه كجيش غير، اقول له سووا مقارنه مع العهد الماضي والعهد هسه. الجيش في ترسانته العسكريه ومعداته تفوق الف مره عن قبل هسه. فانت تقول لي عدد نفرات للموضوع، مو موضوع نفرات، ما ممكن يطلقونه هنالك توافق
الاحتواط على تلك المناطق وغيرها وغيرها. فما ممكن كل واحد يعرف انه من المجرم ومن السارق. لكن احنا ما عندنا يعني الجيش العراقي طلع والله العظيم من راحت وقته الموصل من سقطت بيد الارهابيين وغير ذلك. طلعت ناس جنود تبكي قالوا والله العظيم اتعجب القادة قدامنا انسحبوا لو مخلينا احنا والله العظيم نقاتل بس جانا امر انسحاب ما نعرف شلون حقهم يا اخي. اكو فهناك اكو روح اكو ناس تريد تدافع عن الوطن تريد تسوي امان تريد هذا مو شغل مع الاسف يعني ناس العالم تتوشر ابن عمي هاي الملايين اللي جاي يصرفونها لجب خلينا نقولها للمواطنين كل بدل ما انطي للمنتسب مليونين انطي لهذا المواطن الخطير الفقير اريد اشوف شلون ما يلزم الشارع والفرع ولا يخلي لا حزب عمال لا حزب ما اعرف يا منين ويا لا من الاشياء بس المنتسب لا حول ولا قوه الا بالله. أنا أشكرك أحمد من ديالى كان معنا. طبعا يشار إلى أن الصدامات بين قوات الجيش وحزب العمال الكردستاني المصنف على لوائح الإرهاب هذا الحزب التركي الأجنبي في سنجار ليست الأولى، يعني أكثر من مرة صارت. إذا تحدثنا عن 2019 في مارس آذار حدثت اشتباكات في سنجار بين الجانبين أسفرت عن مقتل جنديين عراقيين وجرح 6 آخرين أحدهم تم دهسة بواسطة سيارة تابعة لمسلحي حزب العمال الكردستاني، وجرى ذلك بعدين حاولت قوة من هذا الحزب المرور على حاجز عسكري وبعدما طالب أحد الجنود القوة بالحصول على الموافقات الأمنية بغية السماح لها باجتياز نقطة التفتيش تم دهس الجندي وقتله. معنا اتصال صباح من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا بك. بالنسبة للسيادة، سيادة الحكومة اللي جاي تمثل العراق صار لها أكثر من 18 سنة. احنا شفنا من صارت التنظيمات الإرهابية لداعش ودخلهم الأنبار والموصل وصلاح الدين طلع على حشد الميليشيات الولائية وهادي العامري وقيس ومقتدى وكل ذول قادة الحشد اللي موجود المالكي وقام ينددون بشعارات طائفية ودخلهم للمناطق نسبوها عن بكرة أبيها، هجرهم الناس وقتلهم الناس وممرات آمنة واللي قتلوه تدمير بنية تحتية بالكامل هاي المحافظات. يقول لك طبم دواعش بيها ويريد يحرروها، هو هذا مو تحرير تخريب. الآن الحزب العمال الكردستاني جاي يتعدى على المفارز الجيش وجاي يتعدى على سيادة الدولة اللي انتم تمثلوها أحزاب الإسلامية الحزب الدعوة وغيره اللي ماسكين منصب رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة. انتم ما عندكم غير على هذا الجندي العراقي اللي راح ضحية لتجاوز الحزب العمال الكردستاني الارهابي. وين جهاز مكافحة الارهاب اللي دمر الدنيا كلها؟ وين الشرطة الاتحادية؟ وين هذا القادة اللي هسه اختفهم لحد صرح بتصريح ولا يطلعون بالتلفزيون يتبجحون بقنواتهم الإيرانية اللي موجودة داخل العراق يطلعون يحجون على هذا التجاوز وهذا الاعتداء على جيش على جندي في الجيش العراقي. زين يعني انتم مو قادة ومجاهدين وغيره، ليش ما تخلون حد لهذا الحزب العمال الكردستاني الارهابي؟ ليش ما عندكم الصلاحيات؟ شنو لو انتم الهدف مالكم محدد بس السنة ومناطق السنة؟ خلينا نحكي بصراحة، اللي دمرنا احنا وقعنا بين مسند الداعش الارهابي وبين مطرقة الحكومة العراقية المتمثلة صباح الدفاع وزارة يعني الداخلية. احنا دنشوف ابن الجنوب اليوم يطلع تظاهرات يطالب بوظيفة، يطالب بتعيين، يطالب بإقالة محافظ هذه المحافظة او تلك ويقمع ويقتل. هذا الحزب الأجنبي المصنف على لائحة الإرهاب يقبض عناصر تقبض رواتب من ميزانية الدولة وده يعتدي على قوات الجيش، التصريحات والتقارير تؤكد بأن هذا الحزب موصى عليه من إيران، يعني هذا اللي يجي عن طريق إيران ما حد يقدر يتحرش به. بالطبع أستاذ، إحنا كل إيران هي دولة الإرهاب تدعم الحشد والميليشيات الولائية العراقية لهم. وطلعت بالآونة الأخيرة التصريحات ترام وغيره وهالإيميلات أن القاعدة وداعش هي جزء من إيران وصنيعة إيرانية، وهذا الحزب العمال الكردستاني أيضا تدعم إيران وهي اللي محتويته بالسليمانية وعلى الحدود الشريط الحدود العراق الإيراني. فشوفهم كلهم من منبع واحد، فمن هذا المنبع وأبوهم الأم إيران ما يخليهم يصادمون ناس تصادم مع ناس.
الضحية الأول والأخير هو المواطن العراقي البريء، سواء كان شيعي، وشفنا احنا شيعة العراق في جنوب العراق وهاي المظاهرات مالتهم السلمية، شلون الحشد والقبعات الزرق قمعم كل المتظاهرين الشيعة وقتل ما يقارب أقل الألف مواطن شهداء وجرحى ما يقارب 25,000. إذن هاي العملية السياسية ما جاي ما راح تصادم مع إيران، ما يقدر يصادمون مع إيران ويعرفون أن إيران داعم للحزب العمالي الكردستاني من عشرات السنوات، فكل منبعهم واحد. وشفنا سكوت هادي العامري والمالكي وقيس الخزعلي ومقتدى الصدر وكل هذول اللي يسمون فيسم أبو فدك وعمل الفياض كلهم صمتم صمتم، يعني هذا الدم الجندي العراقي ما يهمهم، دم رخيص، هذا دم رخيص. وكل القادة ذول اللي يسمون فيسم مجاهدين هم كذب، مو مجاهدين احنا، يعني اخراج مجاهدين. اليس اخراج هذا الحزب التركي من الاراضي العراقية راح يجنب العراق الضربات من قبل تركيا بين فترة واخرى لتستهدف شمال العراق؟ بالطبع أستاذ، الحكومة لو جادة بإخراج هذا الحزب خارج الحدود العراقية في سبيل ما تصير حجة لأي دولة كانت أن تقصف هذا الحزب الإرهابي، بس نعم. العراق والحكومة العراقية مو جادة بهذا العمل، جايين يسرقون ويدمرون البلد، ما يهمهم ما يهمهم مصلحة البلد وسيادة البلد وكرامة البلد وهاي الدماء الأبرياء اللي جاي تزهق على الأراضي العراقية سواء بسنجار أو بالبصرة أو بالنجف أو ببابل أو بغداد بالأنبار، ما يهمهم. اللي هم هم يبقون على الكراسي ويدمرون هاي البلد، يدمرونه بالكامل ويحجون بالطائفية. احنا مو طائفيين، احنا شعب واحد من جنوبه الى شماله، كنا اخوان ودمنا واحد، سواء ابن البصرة ابن الانبار ابن الموصل ابن دهوك ابن السليمانية، كنا عراقيين. لكن هم اللي زرعوا هاي الطائفية وزرعوها وين؟ زرعوها بالعراق، لكن بقلوبنا احنا كنا عراقيين. ما يهمنا هاي سوالفهم، وان شاء الله غمه وتعدي عن هالبلد هاي الاحزاب الاسلاميه اللي دمرت العراق. انا اشكرك. صباح من بغداد كان معنا محمد من كربلاء يعاود الاتصال. تفضل محمد. محمد تسمعني؟ يبدو ان فقدنا اتصال مع محمد من كربلاء. ابو احمد من الموصل، تفضل ابو احمد. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. والله اهلا وسهلا بك، تفضل. انا مو داعي شغلت البككه. نعم. وصلوا على مدينه البككه، جايبهم هي بشار الاسد وايران. الافات العوائل اتى من ناطر الحزبيين مهجرين او طاردين، مو بس الجيش، العالم مو طاردين، عائله الفرام مو منهزمين. كل ما يطلع عليهم الجيش، الجيش ما يقدر يضربهم، ما يقدر يضرب حكومه ايرانيه. نعم. مو ليش ليش تابع الضروات من الدولة العراقية؟ أخذوا قال 10 ورقات بشار. معلين سنجار على الحدود مطينهم ضربات، أبو كل هم يأخذونه يهربون بيبيعونه ويدون البشار بس فلوس لهم البشار. نعم. هي كل الدنيا تندلها تركيا لما تقصف حقها والله. هم جاي يجيبون الارهاب علينا، احنا من المنطقه الثانيه، من هاي المنطقه والله الافات البشر المهاجرين هم طاردين عرب منقعد، ما يخلونهم يرجعون على غرام. والله شوفوا انتم ما ترجعون، يعني هاي لنا صارت. وبعلم الدوله وبعلم كل الدنيا. نعم ابو احمد. ايه عادي يخفف من الحكومه، بس إيران ترضى هذا وكل شيء. نعم. أنا أشكرك أبو أحمد من الموصل كان معنا. أبو شيماء من بغداد، تفضل أبو شيماء. أبو شيماء. ألو. تفضل أبو شيماء. الله يسعدك. أهلا وسهلا بك. بالنسبة للقوة التركية قصدك، مو القوة التركية الداخلة على الحدود؟ لا، حزب العمال الكردستاني اللي هو التركي. حزب العمال الكردستاني. نعم، التركي موجود في سنجار. حزب العمال الكردستاني. وياخذ رواتب من ميزانية العراق، واعتدى على الجيش أكثر من مرة، والعام الماضي قتل جنديين عراقيين. عمال. نعم. والحزب التركي هذا يعني نعم. مو عراقي بالضبط. ايش عنده باقي هنا؟ هذا اسراق دول جابوا على العراق. بالضبط. ليش ما يطلعوهم؟ ليش الحكومه ما تطلعهم؟ والله هم مو منطقه، تدري استاذ عمر، ديك منطقه كلش يعني وحره هي هاي مال سنجار، فدول مكتبين من زمان، هي زمان صدام مو هسه، هم
هم زمان صدام اكو اتفاقيه وين الحكومه العراقيه زمان صدام يحاربهم يعني محارب العراق والتركي هذا قرار قديم فهسه تغلغله وضرب القوات التركيه ضربت وما تغلغلت تغلغلت ذاك المكان فاحنا من نكثر من بهيبه الجيش العراقي الجيش العراقي جيش وطني ماشي احنا ما حاكين على الجيش عزيزي ابو شيماء ابو شيماء انت شفت المقطع شلون يهددون بالجيش واقفين يم الجيش يهددون بالجيش اي هم قلت لك هم عصابات ذولا عصابات ما اقدر لهم معقوله ما اقدر لهم اني ما اقدر مو اطلعهم يا تاجمر لا مو انت انت لازم تعرف السبب احنا مع احنا مع الجيش احنا مع الجيش بس تدري ابو شيماء نحن مع الجيش ولكن الإدارة السياسية في العراق تقف مع هذا الحزب وتعطيه رواتب تمام لأن هو ورقة ضغط على تركيا لا تقدر يعني من القوات ما تطور الساد تقدر ما تطور منا ياخذون رواتب نعم لا ياخذون من 2016 رواتب من زمن ما اعرف الله بعد يعني هم حيدر العبادي نعم طالعين تظاهرة انت تخيل طالعين تظاهرة شو يريدون تعالوا خلونا ضمن القوات الأمنية وهم حزب اجنبي شلون صايره هاي هو هم اجنبي طبعا هم ما لهم علاقه بالعراق احنا ما كنا علاقه بهم هم اذا يريدون هم مشكلتهم ويا قائد الشمال احنا ما لنا علاقه لا بيهم. هذا الحزب المفروض ما يبقى بالعراق يطلع خارج العراق هو ما يبقى نهاية. يعني انا تركيا تقصفني بين فتره وفتره بسبب هذا الحزب واني اعطي رواتب ما يصير لا ما يصير طبعا هاي اكبر غلط يعني اذا صحيح اذا كلامك صحيح من يضيع الرواتب تستطيع ان تراجع على هذا يعني. الحزب ابو شيماء تستطيع ان تراجع المصادر والتصريحات يعني حول هذا الحزب ماتين من غير دوله وجايين هنا ما يصير يعني عندكم هناك مناطق روح بعيده يعني نزل ويدبش على السطح فوق ما نزل ويدبش على السطح انا اشكرك عين ابو شيماء الله يسلمك ابو ياسين من بغداد تفضل ابو ياسين تحياتي لك أخوي أهلا وسهلا بك حياك الله تفضل أخي العاد وين المالكي وين مقتدى وين عمار الحكيم بس يلا يحكمون يروحون يقتلون بالناس الثورة التشرين بس هاي قادرين عليهم أخي هم يدرون بيهم يدرون هاي حكومة ضعيفة يدرون بيهم هاي حكومة بس ما تفليش يدرون بيهم فلشوا المحافظات وحكومة ضعيفة أنا قبل شيء عسكري بقصد دامتين الله يرحمه ويستاهل الرحمة بعد داي احنا كنا نداوم وين فوق سبه والله من نروح نصب كمين نطلع كمين بس اثنين بندقيه وش اسمها قاذفه لان نعم. حكومه يلا ليش ما جو ندقوا بينا وكنا نداوم على سنجار وكذا داوم نبيه ليش ما رزمونا ليش ما كمشونا الشارع يدرون حكومه مضبوطه اخي واضح انه هاي الحكومه وهذا حزب العمال هذول اثنيناتهم مصب واحد مصبهم من ايران اخي هاي ايران تريد تقسم البلد الله وكيلك تريد تقسم البلد وين يلا وين السياده وين الحكومه وهذا الجيش يتحدث عنه هذا الاخ ابو شيماء اخي هذا جيش ايراني شنو منين جاء جيش وطني لا جيش ايران هذا صار 15 سنه يكتب بالعالم ابو ياسين هذا رأي ابو ياسين ماشي رايك بس كتعميم يعني ما معقوله نكون واقعيين ولكن اليوم هو الجندي اليوم الجندي يتلقى أوامره من القيادة مالته زين إذا القيادة مالته ما دعت تعطي أوامر بفرض القوة في هذه المنطقة أو تلك الضابط مالتي يقدر يروح أقتل العالم فلشار البيت راح أفلشه لا راح أفضل العسكرية هاي المشكلة والمحاصصة اللي دخلت في جميع مفاصل الدولة في العراق مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. وكما أشرنا قبل الفاصل بأن هذه ليست المرة الأولى التي يعترض عناصر حزب العمال الكردستاني المعروف بالبككة والمصنف على لوائح الإرهاب، وهو حزب تركي وليس عراقي. ففي عام 2018 كشف المتحدث باسم عشائر محافظة نينوى مزاحم الحويت بأن عناصر من البككة منعوا رتلا للجيش من دخول مدينة سنجار شمالي الموصل. وقال في بيان بأن قوات حزب العمال الكردستاني في قرية بارة التابعة إلى ناحية سنوني في قضاء سنجار أقدمت على منع رتل تابع للجيش من الدخول إلى المناطق التي تم السيطرة عليها من قبلهم. وأضاف المتحدث بأن عناصر حزب العمال هددوا الجيش باستخدام الأحزمة الناسفة في حال تقدموا إلى تلك المقاطع المناطق. معنا اتصال محمد من كربلاء، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. الله يحفظكم ويحفظ قناتكم المباركة. الله يسلمك ويخليك، الله يحفظك. أخوي أستاذ عمر، بالنسبة لحزب العمال الكردستاني، نعم، المصنف على لائحة الإرهاب العالمي، بالنسبة إلى رواتبه ودعم اللوجستي من الحكومة العراقية في زمن حيدر العبادي، زين. وللمعلومة حيدر العبادي جهزهم هذا حتى مو بس برواتب، كل شيء في زمن حيدر العبادي، زين. مو بس الجبل سنجار أستاذ عمر، وإنما بجبال مخمور ومناطق متواجدين على اتجاه كركوك، زين، مدعم من الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية. وهذا هو السبب. السبب وين أستاذ عمر؟ السبب وين؟ من قصف القواعد هاي. هسه قاعدة بلد البارحة، نعم، ثلاث صواريخ، أربع صواريخ واقع على الناس الأبرياء المدنيين، من قصف القواعد بالعراق والبحثات، زين، والميليشيات المسلحة والسلاح المنفلت. السبب وين؟ السبب بالحكومة المتواجدة حاليا. وإن شاء الله، إن شاء الله بعونه تعالى، إن شاء الله بعونه تعالى الانتخابات قادمة، وإن شاء الله نكمسهم كنس، نتغير هاي الوجوه كلها، من هاي العصابات، من هاي الأحزاب، دمار العراق هو إيران وأمريكا. نعم. وإن شاء الله الانتخابات قادمة، والله يحفظ ثورة تشرين، والله ينصر المتظاهرين بحق محمد، بحق رسول الرحمة. نعم. زين، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. والله يحفظكم ويحفظ قناتكم المباركة. الله يسلمك. قناة الراقدين، قناة الحق والحقيقة. أنا أشكرك. وأشكرك أستاذ عمر الوردة حبيبي. شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً لك محمد من كربلاء كان معنا. طبعاً في وقتها بال 2018 كذلك قائم مقام سنجار محمد خليل قال بأن عناصر حزب العمال الكردستاني كانت متواجدة في مدينة سنجار، والجيش طالبهم بإخلاء هذه المناطق. وأضاف بأن تواجد حزب العمال الكردستاني في القضاء كان بحجة الدفاع عن أهالي سنجار، لكن الأهالي طالبوا بانسحابهم، وكذلك الجيش طالب بانسحابهم وهو أيضا متواجد في القضاء. طبعا في تصريح سابق لوزير الدفاع الأمريكي الأسبق جيم ماتيس قال بأن وجود منظمة البككة في قضاء سنجار العراقي يشكل تهديدا لتركيا، وبأن بلاده تريد رؤية انسحاب البككة من المنطقة. في عام 2016 عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان شاخوان عبد الله قال بأن حكومة بغداد ترسل عن طريق ميزانية الحشد الشعبي رواتب مقاتلي حزب العمال الكردستاني. احنا قبل شوي الأخ عفو أبو شيماء قال يعني ما عرف بهذا الموضوع، يستطيع العودة إلى الإنترنت ويراجع التصريحات الرسمية حول هذا الموضوع. يعني بال 2016 عضو في البرلمان وهو عضو في لجنة الدفاع والأمن شاخوان عبد الله قال بأن حكومة بغداد، أي حكومة حيدر العبادي، كانت ترسل رواتب لعناصر حزب العمال الكردستاني التركي المصنف على لوائح الإرهاب، ترسل له رواتب ضمن ميزانية الحشد الشعبي. طبعا مصادر كردية أفارت في نوفمبر 2016 بأن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني يدعم تواجد حزب العمال الكردستاني التركي البككة في شمال العراق. هنا حتى نعرف
السبب وراء قوة هذا الحزب أو الميليشيا المصنفة على لوائح الإرهاب موصى عليه من قبل إيران ومنذ عهد قاسم سليماني، وقد تعهد قاسم سليماني في ذلك الوقت بزيادة الدعم العسكري والمادي له، وذلك على الرغم من رفض رئاسة إقليم كردستان وتركيا لهذا التواجد. أضاف النائب شاخوان عبد الله بأن لديهم معلومات بأن بغداد أي حكومة بغداد ترسل بأسماء خاصة وضمن ميزانية الحشد الشعبي رواتب القوات التابعة لحزب العمال الكردستاني في سنجار ومناطق عراقية أخرى، لكون هذه القوات هي أجنبية، وتركيا وصفت هذه القوات هي أعداء مباشرة بالنسبة لها. أضاف بأن سنجار لم تعد بحاجة لقوات العمال الكردستاني ويجب أن يخرجوا من المنطقة ويعودوا إلى مناطقهم، وأشار إلى أن حكومة إقليم كردستان تسعى إلى حل هذه المسألة بطرق سلمية، وعلى العمال الكردستاني أن يعلم جيدا هذه المسألة. طبعا وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق أعلنت بأنه يجب على حزب العمال الكردستاني الخروج من سنجار، لأنه ليس لحزب العمال الكردستاني أي مكان في سنجار. في وقتها كذلك رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني قال بأنه من الضروري خروج عناصر حزب العمال الكردستاني من سنجار، لأن تواجدهم أصبح يهدد الاستقرار في هذه المنطقة. معنا اتصال فهد من الموصل، تفضل فهد. مرحبا أخوي. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك أخوي. أنا من ناحية سنجار. نعم حبيبي، أنا من نار عرب، يعني شنو قرار يعني مصير عرب قاعد يداومون مع هذا الحزب اللي انت قاعد تدعيه؟ شلون؟ يا أخي أقول لك يعني أكو جماعات من النواحي اللي تعيش بالموطن، يعني القرى والشباب من حول السنجار، يعني كثير شباب عرب قاعد يداومون مع الحزب هذا، يعني شنو مصيره، شنو مستقبلهم؟ يعني احنا قاعد نشوفه، احنا قاعد نشوفه كمان على التلفزيون. اي اي يعني دولة يعني راح ينحسبون مع حزب العمال الكردستاني، يعني مثل ما تفضلت انت تقول قاعد يستلمون فلوس من المركزيه، يعني هالشيء هذا احنا ما قاعد نقاوم. يعني انت يعني مدى افتهم عليك، ممكن تعيد اخي عزيز تساؤلك؟ اخي اقول لك سنجار، ناحيه سنجار، قضاء سنجار عفوا. نعم اكو قرى من حول سنجار يعني ابنائه قاعد يداومون مع هذا حزب العمال الكردستاني اللي هو يقيم سنجار بوقته الحالي. نعم يعني شلون كمصير، يعني شلون مصير هذول؟ هم ينحسبون مع الحزب، يتعاقبون؟ نعم اي حبيب، يعني انت تقول اكو ناس من مواطني تلك المنطقة يدامون مع هذا الحزب، مو هذا اللي تقصده؟ نعم نعم. شنو شنو يعني معترض انت لو معه؟ لا انا مو انا، بس اقصد لك ابناء المنطقه، يعني مثل ما تفضلت انت. اي يعني ذولا شنو مصيرهم؟ يعني الحين هم راح ينحسبون مع حزب العمال، اما رايح ينضافون الحزب الشعبي؟ اي يعني احنا اذا كل ميليشيا وكل حزب عنده فلوس ونروح نتطوع وياه، هاي مصيبه. هاي اكيد مصيبه. حزب مو عراقي اصلا، مو عراقي، وده يفرض تواجده على حساب العراقيين، وسيادة العراق ده على تعرض لضربات جوية من قبل تركيا بسبب الحكومة في بغداد. يعني كم واحد ما تقدر عليهم؟ بل جعل من الأراضي العراقية معبر للمخدرات وغير المخدرات حتى يمول أعماله، وهو مصنف على لائحة الإرهاب. أنا أشكرك أخي فهد من الموصل، أبو وطن من لندن، تفضل أبو وطن. عيوني ألف، السلام عليكم. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك أخي. بالنسبة للموضوع اليوم، نعم أعتقد هو يعني ما أعرف
يعني احنا ليش متحسسين من هذا الموضوع؟ وشنو الغريب؟ شنو الغريب؟ احنا هو اكو دولة، اكو دولة اسمها العراق، اكو دولة على مود نحكي على السيادة، شو وقت ما تنوجد الدولة تنوجد السيادة؟ دولة ماكو، اكو عصابات. العراق موجود ولكن الحكومة غائبة. العراق 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 كبلد نعم. وتاريخ وشعب وعراقة نعم. وأصالة موجود والآخر العمر إلى يوم الدين. بس احنا نتكلم الدولة، مفهوم الدولة الحديثة نعم. سياسيا ماكو دولة. شيء طبيعي تتدخل، مو حسب العمال الكردستاني وداعتك، لو هسه أضعف دولة بالعالم، مع احترامي لو أضعف دولة بالعالم إن حدود وياها لتدخل بينا طول بعرض، لأن ما عندنا حكومة، ما عندنا دولة، ما عندنا رجال دولة، عندنا عصابات تنهش بالبلد. نعم. صار لها 18 سنة تقطع أوصال البلد، قتلت شعبه، هجرتهم، دمرتهم، لا خلت علماء، لا خلت ضباط، نعم. لا خلت أطباء، لا خلت كفاءات. نعم أخي أبو وطن، المشكلة المشكلة في هذا الحزب طابين بها حزب العمال الكردستاني. نعم. هذا يأخذ الرواتب وبرضاء الحكومة والكتل السياسية طبعاً. يعني يعرفون أنه هذا دا يتمادى دا يعتدي على قوات الجيش وهم راضين، لأن هم هذا يعتبروا ورقة موصى عليه من قبل إيران. أخي أول شيء أول شيء أهم ما بالاحتلال، أهم ما بالاحتلال هو تدمير وإهانة الجيش العراقي. نعم. هذا الجيش اللي ركع الحاخام الأكبر خميني الدجال، هذا الجيش اللي ركع خميني وخلاه يجرع السم على قولته هو. نعم أخي أبو وطن، أنا أشكرك أبو وطن من لندن كان معنا. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.